أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية. والنهاردة حلقة الناس كلها كانت بتتكلم عنها، بتقول يا ترى هتقولوا إيه في عيد الحب؟ إيليا أبو ماضي بيقول إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها، أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله. يا جماعة الحب ده معنى كبير جدا، أكبر من إن إحنا نقدر نلخصه في جملة أو نلخصه في موقف إنساني أو نحصره في معنى محدد. قبل ما نسترسل في موضوع حلقتنا وموضوع الحب اللي واسع أوي وكبير وضخم وأكبر بكتير من إن إحنا نقدر نتناوله في حلقة واحدة، اسمحوا لي إن أنا أرحب بزمايلي ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني في حلقة عيد الحب من قناة الصحة والجمال، برنامج تأملات إنسانية. هو واحد كان قابل واحدة في مناسبة عابرة، فتعرفوا مع بعض بشكل كده لطيف وقعدوا 6 شهور ما يتكلموش. فجاء قابلها مرة بالصدفة لابسة طقم أحمر فأحمر يجنن. عارفاهم دول عندك. لا ما تحرقيش المفاجأة بقى. فقابلها وهي لابسة طقم أحمر، والمشكلة بقى إن كان يوم عيد ميلاده. فجاء راح أسلم عليها وقال لها إزيك يا دكتورة؟ كل سنة وأنت طيبة. فبتقول له كل سنة وأنا طيبة على إيه؟ قال لها عشان النهاردة عيد ميلادي. فقالت له يا سلام، قال لها النهارده عيد ميلادي وانت هتحتفلي كمان بيه معايا. قالت له ده زي عادل امام؟ قال لها لا والله ده بجد، انا النهارده عيد ميلادي وانت هتحتفلي بيه معايا. فراح واخد البنوته دي وطلع على مكان لطيف في حي الزمالك وقعدوا على النيل وجاب تورتايه حلوه وقالوا هابي بيرث داي تو يو، لان فعلا كان عيد ميلاده. كان وبعد بجد. وبعد ما خلصوا العيد ميلاد قال لها معاكي منديل؟ قالت له معايا منديل. فراح واخد منها المنديل وكتب عليه ب فتحة ب ب كسرة ب ر دمرو. صباح هنا بقى ولا ايه؟ ب فتحة ب بحبك، ب كسرة ب بشدة، ر دمرو روحي جنبك. واداها المنديل ده طبقته وقال لها اما تروحي البيت ابقي افتحيه، وفتحته وبعد 6 شهور بقوا متجوزين. دي كانت قصة جوازي. الحب يا جماعة بيتولد في لحظة. الحب يا جماعة ممكن كمان ينتهي في لحظه. الحب معنى عظيم. بعتذر لكل اللي موجودين معايا في الاستوديو ان انا استرسلت بالحكايه اللطيفه دي في البدايه، قبل ما ارحب بضيفنا الفنان الجميل الاستاذ مصطفى يوسف. مصطفى يوسف قبل ما يكون انسان، قبل ما يكون فنان وفنان بجد، فهو انسان وانسان بجد. وانا دايما بقيم الناس في كل علاقاتي على المستوى الانساني قبل المستوى المهني. يعني المستوى المهني ده نقدر نحصل له ونقدر نتدرب شويه فنوصل لحاجه كبيره، انما ان انت تكون انسان انسان بمعنى الكلمه دي مش سهله. ودي مصطفى فعلا وصل لها بمنتهى البراعه، وانسان محبوب وفنان محبوب من الكل، وفنان بارع واخد على عاتقه تراث الفنان محمد فوزي، بيحاول يحييه وبيحاول يعمل جمعيه لمحبي محمد فوزي. انا سعيد جدا بوجودك معايا في حلقه عيد الحب، وببدا بيك بقول لك هابي فالنتاين يا مصطفى. اهلا هابي فالنتاين، منور الدنيا كلها، منوركم والله. نبدا من على اليمين كده اهو، ولابسه احمر النهارده ومظبطه الدنيا على الاخر. وسام، اهلا بيكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. من اخت، وهي فعلا الدعم والسند، واي حاجه قبل ما بعملها ببدا اشور عليها وببدا اخد رايها، لان انا فعلا بحبها في الله وسام. لان الحب معنى اكبر بكتير من مجرد 2 واحد وواحدة، لا الحب علاقه انسانيه جميله ارقى من اي شيء في الدنيا كلها. هابي فالنتاين يا وسام. هابي فالنتاين محمد. هابي فالنتاين على كل المشاهدين، هم اخواتي واصدقائي، انا بحبهم في الله. واحنا طبعا انا عايزه اتكلم عن الصداقه، لان الحب بس مش بين زوج وزوجه. طب قبل ما تسترسلي نقول هابي فالنتاين للوالدتين التانيين. هو نور بقى يعني الشاطره جدا اللي دايما مجتهده على مظهرها وعلى شكلها وتناكف معانا في المواضيع، وفعلا انا بعزك جدا 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 يا نور، وانتي اضافه قويه معايا في البرنامج. واقول لك هابي فالنتاين. هابي فالنتاين ليك وللكل طبعا. ذات الابتسامه الجميله نبيله، الحنيه والذوق والشياكه والادب والاخلاق. نبيله صبحي اقول لك هابي فالنتاين. استاذ سامح الهواري، الجندي المجهول معانا اللي دايما بيدعمنا، وبقى بدايه من الحلقه دي بقى رئيس تحرير البرنامج، اقول لك هابي فالنتاين. كل جمهورنا الجميل، استاذه سويبه طبعا اللي دايما تجمع الماتيريال معاك، وكل زمايلنا في الاعداد،
هابي فالنتاين. نعم مين؟ والاستاذه حنان. حنان مراتي ولا حنان؟ لا حنان دي يعني يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا حنان. كل سنه وانتم طيبين جميعا. تعيش سعيده يا رب العمر كله. وبعتذر ان انا قطعتك يا وسام والله، واديكي المايك تكملي. لا ولا يهمك، كنت بداتي كلام. احنا اصدقاء، الحب مش بس بين، احنا كنا بنقول الحب مش بين زوج وزوجه، حبيب وحبيبه. الحب اسمى معنى ممكن نقوله في الوجود كله. الحب بين الاصدقاء والاخوات والجيران والاولاد. انا رايي انا ان الصديق جزء مهم قوي من حياه البني ادم، وان ممكن الصديق ده يخفف عني، يقف جنبي، يساعدني. اما يكون عندي مشكله ممكن ما الجاش لاخويا، بس ممكن الجا لصديقتي، ممكن افضفض لها، احكي لها. على فكره علميا قالوا ان لما احكي واخرج اللي جوايا ممكن اكون احسن بكتير لما اسكت واكتم، ممكن يحصل لي امراض وحاجات كتير بعدها. لكن لما انا افضفض لاصدقائي وحبايبي واقول لهم ايه اللي جوايا، ممكن يفهموني بالنظره، يحسوا بيا لو انا زعلانه من نبر صوتي، هم يخففوا عني ويواسوني. فالصديق مهم جدا جدا في حياه البني ادم. كل حد عنده صديق بيحبه يقول له كل سنه وهو طيب، وانا بقول لكل اصدقائي وحبايبي وزمايلي في الاستوديو وقرايبي واهلي كل الناس كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما في حب وسعاده وخير وسلام. بقول لبلدنا مصر يا رب ان شاء الله تبقي احسن بلد في الدنيا، وتعيشي بالحب والامان والاستقرار، لان الحب هو اساس كل حاجه جميله في الدنيا، هو اساس الاستقرار. لما نحب بعض هو الجمال كمان، وهو طبعا الحب هو الجمال. انا عايزه اتكلم في جزئيه الجمال بعد لما زميلاتي ياخدوا فرصتهم ان شاء الله. هرجع لكم، وعايزه اوضح لكم ان الحب هو الجمال، وكل حد فينا هيشرح في كلمه معنى الحب من مفهومه ومن وجهه نظره ان شاء الله. طب عايزين نبدا بقى بكلمه من الفنان الجميل مصطفى. قول لي كلمه عن الحب، وغني لي احلى مقيله عن الحب. والله الحب ده فانز يعني حاجه، كلمه جميله وكلمه عميقه جدا، واقوى اقوى اقوى يعني احساس فينا من احساس الحب مع الله طبعا. حب الله، وبعد حب الوطن طبعا، حب الام اللي ما نقدرش نعوضه ابدا في الدنيا ولا في الاخره، هو اللي يكون بوابه لينا اللي احنا ندخل الجنه ان شاء الله جميعا يعني ان شاء الله. مفيش اجمل من ان الحب ده سيره الحب. سيره الحب. سيره الحب. وما دام انت بدات محمد فوزي، فطبعا عشان عشقي لمحمد فوزي طبعا، فهغني لكم كوبليه بسيط كده ان شاء الله لمحمد فوزي. اتفضل يا فنان، المايك معاك وشجينا. جاني اللي بحبه جاني، وفرحت بقربه تاني. جاني اللي بحبه جاني، وفرحت بقربه تاني. ومين يا قلبي ينسى حبيبه الاولاني؟ جاني اللي بحبه تيريرارا جاني. تقولي ايه يا نبيله معانا النهارده عن الحب ويوم عيد الحب؟ الله، ده طبعا احلى حب، نبع الحنان ونبع الحب. هي ده غريزه، هي اللي بتعلمنا اصلا الحب. هي غريزه من ساعه ما احنا بنتكون في بطنها. يعني دي حاجه ان هي ربانيه بمعنى اصح. حب الام، حنانها، مقابل يعني مش مستنيه مقابل، مش مستنيه مننا مقابل خالص ان احنا ناخد منها. هي سر نجاحنا، هي سبب وجودنا في الحياه. الام زي ما قال برضو الاستاذ مصطفى ان هي سبب، ان شاء الله هتكون سبب وجودنا في الجنه. فكنت في حاجه كده بسيطه عايزه اقولها للام. عذرا ايها الجبل فام الشموخ بعينه، عذرا طبيعتنا الخضراء فام الجمال المنال، عذرا ايها الماء العذب فروحي الزابله تكفيها نظره واحده من وجه امي، عذرا ايها الشعراء فامي قصيده تجسدت في طياتها انبى المشاعر الحنان، عذرا ايها العطف والحنان فمنبعك من قلب امي. تحيه طبعا لكل ام، وبنقول لها كل سنه وانت طيبه، وكل عيد حب وانت طيبه، لانك انت منبع الحنان وانت منبع السعاده لينا. هي كل حاجه طبعا، احنا ما حدش فينا يقدر ينكر دور الام وفضلها في حياتنا. وطبعا الام هي جزء من الاسره، فالاسره ككل طبعا ما ينفعش ان احنا ننكر دورها. يعني عائلتي وطن وانا من دونهم في غربه، يعني ده حقيقي. العيلة دي هي منبع وأساس كل حاجة حلوة، والدعم الأساسي في حياتنا
وما نقدرش ان احنا ننكر ان احنا من غيرهم ولا حاجه. والعيله دي مش بس بتتلخص في اب وام واخ واخت، هي في كل حاجه. زي ما نبيله وسام كانوا بيقولوا ومحمد كان بيقول، احنا بنتكلم عن العيله ككل، كاخ كصديق كحبيب ككل المعاني هي العيله. انا ممكن اخد صديق واخليه ان هو يبقى عيلتي، ممكن اخد حبيب واخليه ان هو يبقى عيلتي، تتلخص في العيله كلها. فالعيله دي مفهوم كبير جدا، والحب ليهم مفاهيم اكبر واكبر. فخلينا ما نقعدش نتكلم كتير، ونخلينا برضو نستمتع بصوت حضرتك. فان فضلك اطربنا بحاجه ثانيه. سيره الحب والنبي من الصبح بتطلبها. احنا اتفقنا ان الحلقه النهارده هتبقى معجونه بالفن طبعا، لان احلى حاجه في الدنيا الحب والفن طبعا. فانت احنا عايشين لحظات حب جميله معاك. مش اجمل من كده قاعده ولا وامتعنا بقى انت بالفن. الحب من وجهه نظري اوكي. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. وأعرف حكايات مليانة آهات، وأعرف حكايات مليانة آهات، ودموعي أنين والعاشقين داموا متى الشوق الشوق وليالي الشوق، ولا حيرتي قد عذابه عذابه. بس انا استاذ مصطفى انا ما بخافش غير من ربنا. معانا الشاعر الوطني الجميل، الشاعر المحترم والشخصيه القيمه، الشاعر الاستاذ احمد غراب في مداخله تليفونيه في يوم عيد الحب. معانا استاذ احمد على التليفون يا جماعه. ايوه معاكم، اتفضل. معانا استاذ احمد. ايوه معاك، اتفضل. رحبي بقى استاذ احمد، انت اللي دعيتي لي المداخله يا استاذ وسيم. استاذ احمد اهلا بحضرتك في برنامجنا بيت العيله. اهلا بيك يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب، وعيد حب سعيد على حضرتك، والحمد لله على سلامتك. الله يخليك، اتفضلي. اتفضل. احنا اخترنا حضرتك اكتر حد ممكن يكلمنا عن الحب. حضرتك في أبياتك الشعرية الجميلة، حضرتك أعظم شاعر في مصر، وإن شاء الله على مر العصور يا رب دايما. الأستاذ أحمد الشاعر العظيم أحمد بي غراب، وسيادة اللواء كمان، وسيادة اللواء يعني طبعا، ادينا دروس في حب على راسنا بقى. على راسنا طبعا، ادينا دروس في حب كل حاجة في الدنيا. حب الوطن، احترامه لذاته، احترامه للمرأة. يعني بجد يا احمد بيه، انا ما بقرا الاشعار بتاعتك انا مش هقول لك انا بعيط، عشان ممكن تصدق يعني ابقى مبالغه، انا بتكلم بجد. يدينا كلمه بقى في احساس صادق. اتفضل يا احمد بيه، كلمه عن معنى الحب يا استاذ احمد. انا هقول انا بقول ان الدنيا او الحياه بصفه عامه، الحياه تجربه خاصه، تجربه غريبه جدا وتجربه غامضه. لكن اجمل ما فيها رغم ان هي بتروح بسرعه، يعني بين الانسان بين المولد وبين الممات العمليه مش فرق بالنسبه للزمن، لان يعني بتبص تلاقيها في حساب الزمن ولا شيء. لكن هي بيبقى منها ايه، او اجمل شيء فيها هي، انا اعتقد الحياه الحب، والتجربه الحياتيه هي تجربه حب عميق، اما ان تعشق واما ان لا تعشق. انما هو اجمل حاجه في الحياه هو الحب، سواء كان حب اسري، حب الأم، حب الأب، حب عشيقة، كل أنواع الحب حقيقة، أو حب الذات ما هو برضه حب، أو حب الكتابة بيكون برضه. يعني أنا هقول على حاجات عجيبة جدا، يعني عباس العقاد رحمه الله يقال إنه محبش، إنما كان بيحب الكتابة. راجل تفرغ وراء حياته كلها للكتابة، فحب الكتابة، فالكتابة حبته.
وبقى من اعظم العباقره اللي مروا باللغه العربيه. عايزين نسمع من حضرتك ابدع ما يمكن ان يقال في الحب. وصف المرأة عظيم. وصف المرأة بقى يا احمد بيه، عايزين نسمع حاجة كده يعني تخلي المرأة تحس ان هي بتتحب بجد، ملكة في اليوم ده. يعني عايزين نحس ان المرأة زي ما حضرتك دايما بتوصفها هي الحبيبة الجميلة. في مقطوعة يعني انا بس انا عايز اقول حاجة حقيقة على شعري، لان انا كانت تجربة بالنسبة لي ان انا اطلع من الشعر التقليدي القديم الكلاسيك باحتفاظي بالوزن والموسيقى الى نوايا اخرى وهي شغل الحداثه اللي بتلاقيه في زخم من الصور، وده اللي انا بعمله عشان بس يبقى قريب للقارئ او للمستمع. يعني مقطوعه اسمها ترانيم، فبقول فيها: احبك احبك ترتمين على ذراعي كعصفور تطارده الرياح، احبك يا التي من ألف عام على صدري وما طلع الصباح، خذيني فيك من نفسي قليلا فقد سكنت أقاليم الجراح، خذيني حزمة من أغنيات يمزقها الضياع وتستباح، ضعيني في تجاعيد الحكايا كحلم مستحيل لا يتاح، وغطيني بهدبك في حنان كما يغفو على النهد الوشاح. الله عليك. الله يا عظيم. الله عظيم والله روعة. عظيم. سمعت سيرة الحب من المطرب الجميل أستاذ مصطفى يوسف اللي منورنا في الاستوديو؟ مين يا فندم؟ أستاذ مصطفى يوسف المطرب الجميل معانا في الاستوديو، كان بيغني سيرة الحب. حضرتك سمعتها معانا على المداخلة ولا لا؟ هو بيرحب بيك استاذ مصطفى يعني، وسعيد بمداخلتك وان احنا موجودين مع بعض في الحلقه. الله يخليك، سعدنا بمداخلتك دي، ودايما ان شاء الله نتواصل وتبقى موجود معنا في البرنامج يا استاذ ان شاء الله. ربنا يخليك. الله يخليك ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وكل سنه طيبين. حضرتك بألف خير وصحه وسعاده. في رعايه الله. مع السلامه يا احمد بيك. عايزه تقولي ان الحب هو الجمال يا وسيم. ايوه عايزه اقول لو جينا نوصف الحب، هم قالوا حب الله. استاذ مصطفى قال لنا دلوقتي حب الله. هو حب الله طبعا هو اسمى معاني الحب، هو ده اللي بيخلينا دايما عايشين بالثقه والايمان وان دايما في حد معانا هو ربنا. اما عن حب، انا رايي ان الحب هو الجمال، عشان كل حد بيحب حد بيشوفه اجمل حد في الدنيا. بشوف اولادي اجمل اولاد في الدنيا، بشوف اسرتي اجمل اسره في الدنيا، بشوف اصدقائي اجمل ملامح واجمل شكل في الدنيا، بشوف طباعهم حتى لو في حاجات بسيطه بشوفهم برضو احسن ناس في الدنيا. فالحب عين المحب غير عين اي حد تاني، فالحب هو الجمال. بشوف كل حاجه في الدنيا جميله، حتى لو الحاجه دي مش جميله قوي، بشوف الناس في الشارع جميل، بشوف كل حاجه كويسه. فانا بدعو ان احنا نحب بالجمال، نتغاضى عن بعض التصرفات، لازم نحب بعض حب كده مجرد من اي غايه. انا بحبك في الله، في الله فقط لا غير. الحب من زمان يعني، الحب من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. كان بيحب طبعا، كان سيدنا عمر بيساله بيقول له انت من احب الناس الى قلبك؟ فقال له سيده عائشه. فكانوا الناس لما يحبوا يجيبوا له هديه او قال له ثم من ثم ابيع العيله العيله. فكان ايام يجيبوا له هديه يقول لك انا رايح لما يكون رايح للسيده عائشه يجيب له الهديه هناك دي عشان ان هو يقبلها منه وهو عند السيده عائشه. والرسول صلى الله عليه وسلم كمان قال لك تهادوا تحابوا. والهديه دي على فكره الحب مش هو الدباديب والبلالين والقلوب والكلام ده بس، لا ده انت ممكن تهادي حتى بابتسامه. والهديه دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تهادوا تحابوا. والهديه يعني انا بقول مقوله، الكرم الحقيقي كرم الاخلاق، في المال كل قدر استطاعته. انت تقدر تجيب لي هديه بجنيه، هات لي هديه بجنيه بس ابتسم في وشي وانت بتدهاني. تقدر تجيب لي هديه بخمسة جنيه بعشرة جنيه بس ابتسم في وشي وانت بتدهاني عشان نشيع الحب بيننا. والاهتمام برضو والتقبل الغير زي ما هو يعني انا، والاحترام. الاحترام ده حاجه مهمه جدا طبعاً. وان انا اتقبل اللي قدامي زي ما هو. انا ما ينفعش ان انا يعني انا بشوف ان الحب ان انا اتقبل اللي قدامي زي ما هو. يعني انا ما ينفعش ان انا افضل اقول اللي قدامي مثلا في الاول انت عاجبني زي ما انت كل حاجه فيك، وبعد كده ابتدي اغير فيه اقول له لا بس انت لو عملت كده هتبقى احسن، انا بعمل كده عشان خايف عليك. الحجج دي يعني المفروض ان انا اتقبلك زي ما انت، يعني اخدك
باكج حاجه واحده، اخد حلوك واخد الوحش كل حاجه. ما فيش عيوب لا تتقبلني ولا تنازل شويه. طبعا ما هو انا انا بتقبل واللي قدامي بيتقبلني زي ما انا صح. يعني بيبقى فيها جزء من التنازلات في حته ان انا فيك عيوب فانا هتقبلها. وانت نفس الكلام، اكيد انا مش معصوم من الغلط، واكيد انا مش ملاك نازل من السماء، فاكيد انا برضو عندي هفواتي وغلطاتي، فلازم برضو اللي قدامي يتقبلها. علشان كده قالت جوليا ريبورتس ان الحب ان الحب يعني ان تسعى الى سعاده من تحب دون ان تسعى عن سعادتك. يعني حتى لو لم تكن جزءا منه، يعني لو حتى لو تكن لم حتى لو لم تكن جزءا من هذه السعاده. يعني احنا نسعى للحب، مش مهم احنا نبقى سعداء، المهم نسعد الاخرين. احنا لما هم يبقوا سعداء احنا كمان هنبقى سعداء. كمان الكلام كده. معانا ضيفه النهارده الفنانه التشكيليه نشوى عمران، وهي صراحه يعني احنا بنسجل اعتذارها على عدم الحضور، لان هي مرت بوعكه صحيه بسيطه كده وسهرانه لغايه الصبح، قاعده بتخلص في الاعمال لان هي عندها معرض يوم الخميس الجاي في متحف محمود مختار. معانا نشوى على التليفون يا استاذ سامح. الو، ازيك يا استاذه نشوى؟ اهلا بحضرتك. اهلا، الفنانه التشكيليه الجميله نشوى عمران. نورتينا، وكنا بجد نفسنا نشوفك والله النهارده. والله انا تعبانه جدا، الجو يعني الف سلامه عليك، يعني اخف لان كنت تعبانه جدا والله، وكنت جايه وغصب عني والله. الف سلامه عليك يا نشوى، احنا نيجي لك الاتيليه نعمل تقرير معاكي. يعني تنوروني. الله يخليك. امبارح لما كنت بتكلم على الفالنتاين معاكي حسيت ان انت بتهاجميني شويه، فبقول لك ليه كده بس؟ الفالنتاين حاجه حلوه. انا ليا وجهه نظر مختلفه في موضوع الفالنتاين ده. ايوه، رضوى الشربيني معانا يعني ولا مين؟ اولا الفالنتاين ده اتعمل لترويج السلع، هو وعيد الام. الكلام ده اللي اخترع الفالنتاين علشان يروج السلع في العالم، لان بيبقى في حاله ركود في ترويج السلع. فاتعمل اليوم ده واتعمل عيد الام برضو، بس انا طبعا مش ضد ان احنا نحتفل بحبايبنا او بعيد الام او بالام ونكرمها. انا مجرد يوم واحد نظر ايه يعني، ما نحصرش الحب للام او الحب للحبيب للصديق للاخ للزميل مجرد يوم واحد بس. هو اليوم ده بيبقى يعني يوم متباين وملون لكل الناس، اللي بيبقى قاعد منتظر حاجة حلوة، خروجة حلوة، يعني بيبقى ليه أحلام ملونة برضو زي فكرة المعرض. كل واحد بيبقى مختلف عن التاني اليوم ده بنزل، اللي بيبقى قاعد زعلان واللي بيبقى متضايق برضو نفس الشيء في عيد الأم برضو. يعني أنا شايف إن دي أعياد مشروطة، يعني أنا مش ضدها، بس هي أعياد مشروطة. لازم يبقى في حبيب، لازم يبقى في حبيبة، لازم يبقى في أم، لازم يبقى في أولاد. يعني اليوم مثلا اللي مثلا مش بتخلف بيبقى عيد الام ده عليها صعب، اللي مامتها متوفاه صعب، اللي منفصل او مطلق او حبيبه هجره او سابه بيبقى يوم صعب. انا ليا وجهه نظر ان انا لو بحب اللي قدامي هبقى فيه دايما موده ورحمه على طول، وبحبه على طول، بحترمه على طول. مش كلمينا عن احلامك الملونه، هتعملي ايه في المعرض بتاعك يوم الخميس الجاي؟ يعني اتمنى تشرفوني وتشوفوا، مش عايزه اقطع يعني. ان شاء الله يبقى معرض رائع. وانا اطلعت على بعض اعمالك لقيت فيها تنوع جميل. انا خلص لوحه معينه تعبت. ايه؟ لا بقول لك اطلعت على الاعمال بتاعتك يعني لقيت فيها تنوع، وبتتناولي الشخصيه المصريه بمنتهى البساطه، والمهن اللي بعدها تنقرض، وتناولتي بعض البورتريهات والحاجات دي، فحاجه روعه. وان شاء الله اتمنى لك كل توفيق، وكنا سعداء بوجودك معنا في المداخله يا استاذه نشوى. ربنا يخليك، ميرسي قوي، متشكره جدا لحضرتك. انا بس عايزه اسال حضرتك على حاجه اخيره. كنت عايزه اسال حضرتك، اعرف راي حضرتك في الحب، ايه التعبير الاحلى، التعبير اللي بالكلام ولا التعبير اللي بالهدايا، بعيدا عن ان هو سلعه وبتتباع وكل الكلام ده، لا هي التعبير اللي حضرتك بتفضلي ايه؟ بالتقدير، ان انا افضل احترمك واقدرك واحافظ على كرامتك. دي يعني افعال اكتر ولا أي كلمات؟ اي حب في الدنيا وانس ان الكرامه او الاحترام ما بقاش موجود خلاص بينتهي. ما فيش غير احترام، غير حب الام لبنتها، ده الحب الوحيد اللي ما بينتهيش. اي احترام بيختفي. انا مش عايزه يعني ابقى محبطه، بس انا شايفه ان اي حاجه ما فيهاش احترام، انا عايز تحبني تحترمني تقدرني. الاحترام والتقدير اهم من الحب. هنفضل نحب. طبعا هنفضل نحب. ده نوع كبير من انواع الحب، انك ازاي تكبرني وتحبني يا نشوى. هنفضل نحب، هنفضل نحب، هنفضل نحب، هنفضل نعمل فالنتاين
حتى لو الفالنتين مش على هواتي هنفضل نعمله، حتى لو غالي قوي برضه حتى لو الهدايا بقت غاليه هنعمله، والتورته ب 300 جنيه و400 جنيه هنجيبها برضه. استاذه مشوى في المداخله الجميله دي لحضرتك جدا، وان شاء الله يعني نجي لك المعرض ونبقى سعداء جدا بالوجود معاك. هديه وانت مش بتحترميه ومش مقدراه؟ لا طبعا احترميه وقدريه. لا هحترمه وهجيب له برضه يعني على حسابه. سعداء بمداخلتك الجميله دي يا استاذه نشوى، نشوف حضرتك على خير ان شاء الله. مصطفى سمعنا حاجة بقى، افصل لنا الجو اللي نشفى قالت بقى الحب والدباديب والكلام ده، خش عليا بالحب. طب نتغزل شوية في الحبيب. سحب رمش ورد الباب كحيل الاهداب، نسيت اعمل لي قلبي حجاب وقلبي داب داب داب، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي ده سحب رمش ورد الباب، سحب رمش ورد الباب كحيل الاهداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. عارفين يا جماعه حتى حب الوطن ده ساعات ممكن واحد مش ابن البلد ويكون بيحبها زيها زي ولاد البلد بالظبط. احنا عشنا بره وكنا بنحب مصر اكتر من الناس اللي عايشين فيها. هو دايما اكتر ناس بتحس بده لما بجد والله. احنا كنا بنعيط بدموع ايام ثوره يناير دي بجد، ما فيش الود قوي زي عندنا هنا. يعني عامل انشطه وحاجات في حب مصر ويدعم الناس ويشارك حتى في الفعاليات السياسيه ومش عارف استفتاء على الدستور حاجه لدعم الرئيس. يعني بقول له سامح استاذ طارق القفطس ده انا بحسه بيحب مصر زي المصريين بالظبط. في فلسطينيين نموذج مشرف وجميل جدا. لا في فلسطينيين، في سوريين عايشين هنا بيحبوا الحب اللي هم لاقينه، كان لاقينه في الاسر هنا وفي لا هم لقوا حب يا نبيله لقوه هنا في بلدنا. ما انا بقول لك ما هو الراجل اصبح حديث الشيخ زي ما بقول لك هم هناك 6 اكتوبر رغم ان هو مش مصري. لا انا بقول لك يعني بتوع بره الناس اللي هي بره مصر بتفتقد الحب، حب هنا الاسري، حب الاخو ان انا ما بلاقيهوش زي ما كنت بلاقيه الاول. ديت انتوا جربوا تسافروا اول ما تنزلوا مطار القاهره هتحسوا باحساس تاني خالص، هتحسوا انا دخلت في حضن بلدي. فحضن بلدنا اللي احنا بنحبها وحاسين فيها بجد يا رب ان شاء الله بالامان. انا بس عايزه اقول يا جماعه لازم نحب بعض بجد ونخاف على بعض، وعايزه الناس يعني اللي بيعملوا مصالح في المصالح الحكوميه والحاجات دي ما تحسسوش الاجانب ان هم يعني ناس تانية. يعني حتى لو أجنبي متجنس وبيعمل حاجة وراجع بلده وقفوا جنبه، هو راجع بلده عشان هو عايز يجي لحضن بلده، مش عايز يتعذب عشان ياخد إقامة في بلده أو يعيش في بلده. مش عايز أجي رحلة في بلدي أتنكد، يعني أنا عايز أنزل سايح مثلا لبلدي، عايز أزور بلدي، أنا مش سايح أنا مصري. فعايزين نقول، عايزين دعوة لكل الناس المغتربين في الخارج اللي بيحبوا بلدهم بالنسبة لحب الوطن، لما يجوا بلدهم يتقابلوا أحسن مقابلة، يشوفوا دايما الابتسامة على كل وشوش المصريين، ما نلاقيش البائعين الجايين داخلين عليهم بالسلع وبيضايقوهم في الشوارع. طب الحب يا الحب الحب ضعف يا نور؟ الحب ده ضعف. بس انا شايف ان الحب ضعف يجمع بين النقيدين، بين الضعف والقوة. يعني ضعف بتبقى ضعيف فعلا قدام، وان المحب لمن يحب مطيعه. من كتر الاحساس اللي جواك بيبقى ضعف، يعني من كتر ما انت بتحب اللي قدامك قوي بتبقى مش عايز تزعله، مش عايز ان انت يعني تكسر خاطره، لو تقدر ان انت تعمل له حاجه تفرحه. وعلى فكره الحب انا برضو هاكد تاني انه مش بس علاقه حبيب وحبيبه، يعني عادي. يعني انا مثلا صحابي فرحتي بتكمل لما انا بخليهم مبسوطين، دي انا بحس بضعف شديد جدا من ناحيتهم لمجرد ان انا بسطهم. قوه لانه بيمنحك الدافع يا نبيله. وفي في قوه، في حاجه يا محمد عايزه اقولها، يعني بتحيه اولا الحاجه امنه والحاج محمود، دول بقى لهم 70 سنه متجوزين ما شاء الله. فما شاء الله 70 سنه فما شاء الله عليهم. يعني جالها من 30 سنه جالها الكانسر، فان هو ما سابهاش،
يعني شوف حبهم لبعض، ان هم ما فيش خلافاتهم كانت بينهم على طول، دول يعني انا عارفاهم شخصيا الناس دي، فكانت خلافاتهم بينهم على طول، ومجالها الكانسر ما سابهاش، قعدت 3 سنين ان هي تتعالج في الحب. تتعالج خلاص، ما سابهاش ولا لحظه، وبيغير عليها لغايه دلوقتي. عمالين يقولوا لي بقى لك لغايه دلوقتي بيغير عليها. لو خرجت يقول كلمه في 30 ثانيه في الحب، وبعد كده نختم باغنيه لمصطفى والتتر ينزل. قولي يا وسامي بنبدا بيكي، كلمه في الحب. كلمه في الحب 30 ثانيه. 30 ثانيه بس خلاص. اوكي، بقول لكل المشاهدين احنا بنحبوك جدا، عايزين نعمل كل حاجه جميله عشان تسعدكم ان شاء الله، وعايزه كل عايزه اعمل دعوه انا وزمايلي للحب، عايزين نحب بعض ونخاف على بعض ونخلص، عايزين نشوف كل حاجه حلوه حوالينا، وعندنا امل في بكره ان كل حاجه هتبقى حلوه بحبنا لبعض، تمسكنا ببعض ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. لا انا عايزه اقول ان يا جماعه الوقت قصير في 10 ثواني بيقولوا لي هنختم حالا. يا جماعه الوقت قصير قوي، خليكم حوالين الناس اللي انت بتحبوهم وقدروهم كويس قوي، عشان هم موجودين النهارده بس ما نعرفش بكره فين. ممكن يكونوا مش ممكن موجودين. حبوا وتحبوا، حبوا وتحبوا. الله 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 يسكن قلوب المحبين، وقل وكل محب ولي. ربنا هو الحب، لو ربنا بقى موجود في قلبك هتحب الناس كلها بمنتهى الجمال. احنا كنا سعداء ان احنا موجودين معاكم النهارده، وكنت سعيد جدا بوجودك يا مصطفى معانا، واديت لي الحلقه طعم جميل كده بفنك الجميل، وعايزينك تختم الحلقه باغنيه بقى كده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اللي هواك هواه واللي ينساك انساه. ايوه عشان الناس تعرف تتعلم. اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، انساه يا قلبي. اللي هواك هواه افضل مراعي، واللي ينساك انساه ولا تسأل فيه، واللي